siamo mo. Ma dice il signor Rocca. Ma quelli ma prima di adesso. Sale, hai sbagliato, prima di adesso. Ma prima di adesso non va. Bene. كل مرة مستعملينها هذا سلاح؟ كتير كل معركة مستعملينها من 2008 لهلا من وقت اللي وعينا على البناء احنا بنعرف شو هو السلاح ما بتخافوا منه؟ لا ليه ما بتخاف؟ بركي اشتري حدا قوصك شافك حامل وقوصك على قليلة انا عم دفع عن منطقتي وبموت شهيد لاني عم دفع عن اهلنا واهل منطقتنا بس ما انت صغير كيف بدك تقدر تحمل وتقوص بهيدا؟ بحمل وبقوص سعودي ما علي انا لان خلقت بهالمنطقة وتعودت عليه بقدر احمله وقوص فيه كتير يعني الكبير ما حي ما اللي جاي جديد على التبني ما حيعرف يقوص قدني شو انواع الاسلحة اللي بتعرف تستعملها؟ انا كليشن واخنس خشبيه M16 M4 بالقوس انه كذا بيرد بعرف جيترين فال بعرف استعمله انه سيمينوف انا بكل المعارك مشارك كيف مشارك بركي عم تضحك علي شو بأكد لك لا لان اول شيء اذا ما بدنا نشارك مين بده يدافع واحد بيهرب عضيعوا طب ودوا اهلكم ونسوينكم ولادكم وانتوا ضلوا هون شو حيصير لكم؟ ما انتوا عم تدافعوا عن منطقتكم طب ما انت صغير في الكبار بدافعوا ليه انت بدك تدافع؟ في الكبار اوقات بتهرب بتروح قول بركة تضررنا وتقوصنا الكبار بتهرب وانت بتضل؟ ايه انا لو شو ما يصير ما بطلع من التبيني وهي علوني طب بركة قتلوك؟ ما علي بموت شهيد عم دافع عن منطقتي يعني قد ايه عمرك؟ 15 سنة طيب 15 سنة محمل سلاح؟ نحن هيك بالتبينة يعني ما بس انه انا طلعت بحمل السلاح ابن عمي كان هسه اصغر مني يعني نحن هون بالتبينة ابن عمي اصغر مني انحبس بسوريا انه كمان منو حرام انه نحن عيب اذا حملنا السلاح وقتلناهم ما بتخاف تنقتل؟ كل واحد بيموت بيوم وانه ما بده يموت بس اذا بموت انا بيدا التبينة بكون مبسوط ومرتاح اجوا ودبحوا العالم هون وقتلوا اهلي حبسوا ابي 5 سنين بسوريا وقتلوا عمي والشهيد ابو عربي والشهيد رفيق الحريري والشهيد اللي وقع وسام الحسين مش لازم تكون بالمدرسة عم تتعلم؟ بلى طيب خبي كيف عم تنسق بين المدرسة وسلاح؟ هلا اذا علقوني لا بختار سلاح اذا علقوني بتكون المدرسة مسكرة انا اسمي خولد عمري 10 سنين صف الربع ابتدائي انا بحمل سلاح كرمال دفاع عن منطقتي هلا شو بيستعملوها؟ هاي اذا الواحد وسطه وما مات بتفقع وفي عروسه دغري بموت او بتفوت ابطني وبجرب